السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالنا اتصال يا جماعة من عزبة الديابة عن وجود كوبرا مصرية قدام بيت. طبعا معروف يا جماعة عزبة الديابة كلها متطرفة في ريح الأراضي الزراعية، وبالنسبة للكوبرا المصرية حاجة عادية يا جماعة بالنسبة ليا اللي جرب يعمل البيت هناك. طبعا يا جماعة اتصلوا بيا الجماعة وقالوا لي إن الكوبرا ديت بتطلع وتخش في ريح عمود قدام البيت. طبعا يا جماعة تابعوا معانا ودعونا اللي ربنا يسترها معانا، وطبعا احنا رايحين على هناك وربنا يسترها معانا وعلينا وعليكم يا رب. تابعوا معانا ان شاء الله. العفره دي طب تعالى خد امسك كده وتنور، خليك معايا. ماشي. طب شغلت دي ولا لا؟ طيب يا ريت كان الوقت بدري كنا قعدنا براحتنا، لو طلعنا براحتنا. بس هل السخينة اللي تجينا دي تلاقيها تجينا في الماس؟ لا لا يا شيخ والله العظيم زيتها مفتحتها بالجاه. وسع بقى انت ده شفتها كذا مره هتلاقي حاسه ان هي تحت رجليك. اللي شايف حاجه قدام منه تبقى انا مزغلق كانه دايما شايفها قدام منه. عايز بس ايوان تكون جاب الكيس تبقى كانت امها سودا. والله انا متهيألي الكيس ده. عايز شفت السفليه؟ هذه البدايه سودا. ادي له الحاج الشوكة بقى، ادي الحاج الشوكة. تقف على الكيس وماسك الشوكة كمان. الشوكة فيا انا فكرها عصاية سند عليه. ارجع يا مصطفى ورا يا مصطفى. ارجع لورا يا عم، ارجع ورا. ما توقفش بس. هات يا عم النهارده بقى الكشاف. هات لحظة. هات تليفوني. اصبر بقى. طبعا يا جماعة بعد تعب شديد والله. تعالى يلا كون فين ولا فين. هات تليفوني. تعالى احيانا. ماشي مهم. ماسك فين؟ هلا حضرتك انت ماسك خاله اهو. هات يا حاج معاك تليفون يا ام الشحات. صور عشان الناس كلها تشوف. صورها عشان نوريها كل الحته. الناس كلها تشوف. حط عليه، حط لنا الحطب على الايام. حتى الناس تصورها. صورها ما تخافش يا معلم. سرعة حاجة اظبط ال يا رب يا سام. صوريه صور يا عم الشحات. ما تيجي يا سهاء. امسكها بالبتاع يا معلم. ما تخافش يابا. ايه ده بقى برضه عليك. الحمد لله تعبنا ما راحش على الفاضي. مالك صوريه؟ اصبروا بس انا مش عارفه اللي انا عامله. مش كبيرة يعني يا ماما زي ما قلت يا حج. ولا مش هي دي؟ هي دي. هي الضفدع فين؟ قلت لك كده يا ابو محمد. انت قلت له سخن كده اهو. هي كده هي كده. والله العظيم انا شفتها كده. صوره واضحه يا ابو احمد. اه هي حلوه 10 على 10 على الوضع كده ملاش حل. طب انا عايز اصورها والنبي. تعالى صوري النوم. تعالى فوق. تعالى فوق. تعالى فوق الصور ده اهو. تعالى الفجعه انا شفتها منها النهارده. اوعى يا اخويا. دي الكوبرا دي مش كده؟ اه مال ايه. طب انا عايزين نبص في الشيخ خاطر دول تاني تكون واحده تانيه.
امال عيالها فين؟ عيال هي؟ يا عم جايين. اوعى يا عمو. ارجع ورا يا حاج بتعمل ايه بس؟ تعالى عد كده وافنحني. يا حزني عم ممدوح ده هيجيب لي جوه. ده هيدحي موتنا بحسر ده انا نفسي سودا. بالله عليك خلينا نصورها. بالله يا بنت خلاص انا تعورت. نجيب اللمده اللي عندك الكيس. جيب لمده البرنده وصوريها. بس بقى. يا بنت يا سهاء. نعم. مش عارفه. عايز تمسكها دماغها؟ اوعى يا عم ممدوح اوعى يا بنت هتجري عليه صور بقى يا حاج كيف كده ولا هو جرب يا مصطفى جرب ايه خلاص هو كده سبع خليك بعيد اللي تبعنا يا حبيب باين النبل اللي فيه السمن هو اهو اللي فوق دي اهو هو تحت المفتاح اهو صورها محمد السم ما تصورها مش مصور يا عم مش مصور السم باين اهو السم بيضا يا ماتي لا مش ماتي ده هو ليها يا عم صوره ما تعال يا ولد الصوره اللي بتنعى ده تبعك الكبرى دي ايه تبعك اه تبعك مش ماسك لا قبل فيديو ما تنسيش تشترك في القناة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.